اللياقه البدنيه ومعدل الجري يكون اكبر من الفرقه الاثيوبيه؟ شوف احنا دايما كنا بنعاني من حته ان احنا بنبتدي متاخر. مظبوط. والبطولات الافريقيه بتبتدي بدري، يعني احنا لما كنا بنلعب في شهر 6 و7 كنا احنا دايما بنقول احنا جايين من اجازه والفرقه الافريقيه شغاله في نص الموسم، فبالتالي بقى هم الادفانتج عندهم اكتر منك بكتير جدا. صحيح. ان هم خلاص بيلعبوا واللياقه البدنيه جاهزه، وفي حاجه اسمها حساسيه ولياقه المباريات، حساسيه المباريات ولياقه المباريات. انت مهما اتمرنت مهما اتدربت، حته فكره ان انت يبقى لياقه المباريات موجوده دي ما بتبقاش موجوده، لازم تلعب مباريات ومباريات فيها تركيز عالي جدا. طبعا. لان انت بتشتغل على عنصرين مهمين جدا، العامل النفسي تمام والعامل البدني، الاثنين لما بتشتغل عليهم اثناء المباريات بتبقى موضوع مختلف تماما عن موضوع التدريبات. فالنهارده النادي الاهلي فرصه بالنسبه له، هو جاي من يعني بيلعب بطوله الدوري العام، جاي من بطوله افريقيا، اللعيبه مستعده، في اجهاد على لعيبه النادي الاهلي، في اجهاد، ولكن اللعيبه الموجوده مكتمله اللياقه البدنيه، اللياقه الذهنيه موجوده، الفنيات موجوده، تقدر تعمل جيم كويس قوي. يعني انت ليك الاولويه النهارده او الافضليه عن فريق الاثيوبي، فريق لعب مباراتين ممكن يكون هو استعد بشكل كويس قبل الدوري يا كابتن، ممكن يكون صحيح. عمل مباريات وديه كتيره جدا، ممكن يكون لعب ماتشات كتير، ممكن يكون عمل احتكاكات كتير ومعسكر جيد جدا، ولكن انت كنادي اهلي الاسم بتاعك النهارده في البدايات دايما بيفرق بشكل كبير جدا. يعني اسم النادي النهارده لما يجي فرقه تلعب النادي الاهلي بتبقى بنسبه 50% انت بتكسب نفسيا. صحيح. والفرقه اللي بتيجي تلعبك بتبقى قلقانه منك، خايف منك. اولا النادي الاهلي الموسم الماضي وصيف افريقيا فواصل للنهائي، فبالتالي انت بتلعب فريق هو الاكثر تتويجا على المستوى الافريقي الموسم الماضي وليس ببعيد، يعني بنتكلم من شهر فات يا كابتن وصل للنهائي، فده معناه انت بتلعب فريق جاهز جدا. صحيح. فهو كمان بيبقى قلقان منك، فلو انت استغليت الحته دي كمان حته الضغط النفسي او العامل النفسي. صحيح. اعتقد هيفرق معاك كتير جدا في مباراه النهارده، وخصوصا ان قبل كده كان في فرقه من اثيوبيا برضه هتلاعب النادي الاهلي لضخامه حجم النادي الاهلي وفي الادوار البدايات انسحبوا ما جوش. اللي انا عايز بس يعني انبه عليه برضو ان واعتقد ان النادي الاهلي جهاز الفني ولاعيبه عاملين حسابهم كويس قوي للمباراه دي مستعد لها استعداد ومحترمين الخصم ايا كان، لان برضو ما ننساش برضو التاريخ وان في فصل سخيف حصل قبل كده في خسارتنا او خروجنا من بطوله افريقيا في الدور 32. صح. ضد البن الاثيوبي. تمام. وكانت فرقه برضو بالنسبه لنا لسه جديده حديثة العهد ومغمورة، وحصل تعادل هناك وهنا بنتيجة أكبر فخرجنا للأسف، ومع مستر مانويل جوزي خرجنا برضه من دور 16 في وقت من الأوقات. بالظبط كده، برغم إن كنا فرقة كبيرة. طبعا. فرقة تقيلة. فدايما أنت ما بتخافش إلا من الفرق اللي هي مجهولة. صح. ولأنها بتلعب لعب عشوائي أنت لسه ما عرفتهاش، فممكن دي لا قدر الله يعني يحصل أي فصل بايخ، أي هدف ممكن يجي عليك ما تعرفش برضه الظروف هناك، الاجواء في اثيوبيا طبعا انت لعبت يا احمد هناك. وعارف ان الجو هناك فظيع، رطوبه طبعا رطوبه غير عاديه، فانت لازم تامن نفسك بعدد وافر من الاهداف عشان تقدر ان شاء الله تجتاز الدور ده وتبقى ماشي كويس. انت عارف انت بقالك 3 ماتشات الحمد لله كسبان في الدوري، فالمكسب بيجيب مكسب، لازم برضو تكسب في بطوله افريقيا في الدور ال 32 عشان ان شاء الله باذن الله ده يديك دعم كمان للدوري العام. أكيد. مستمتعين بالحوار مع الكباتن الكبار الكابتن محمد حشيش والكابتن احمد بلال، لكن جه الوقت اللي هنروح فيه للاستوديو الرئيسي علشان نكمل الحوارات الخاصه بمباراه النادي الاهلي وجيما ابا جفاره في دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا فقط وحصريا على قناه النادي الاهلي.